إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع كما ترون في هذه الصفحة يدفع بالأورو، يعطيك 0.10 لكل لغطة إعلان. للتسجيل نضغط هنا هكذا، هنا الاسم الكامل، الايميل، تعيد الايميل، اليوزر نيم او اسم المستخدم، كلمة السر، تعيد كلمة السر. هنا توجد كابتشا اخوتي، ثم تضغطون على هنا لقبول الشروط، ثم تضغطون على ريجستر. الموقع يقبل الباي بال والبيزول بيرفكت موني والباير. سأتسجل وأعود. هذا هو الموقع أخوتي، موقع سهل جدا. هذه إثبات السحوبات، بايمنت بروف، ما هي السحوبات؟ 22.27 دولار كومبليتد، 6.88 كومبليتد، عدة سحوبات إلى البيزول، البيتكوين، الباير والبرفكت موني. طريقة العمل سهلة جدا، طريقة الربح نضغط على ايرن موني. الموقع يعطيك 4 إعلانات في اليوم، عفوا 1 2 3 4 5 6، هذه 0 5 إعلانات. اظن نضغط على الاولى هكذا، قم بإغلاق هذه النافذة. قد تم. يجب أن تنتظر حتى يظهر لك الخط. سنعيد الكاميرا كما هذا، انتظر قليلا. عفوا اخوتي، نسيت ان اتسجل او اقوم بلوجين او الدخول للموقع عبر اليوزر نيم وكلمة السر. اذا كما قلت لكم طريقة الربح من هنا، ارموني، ما هي البانرات؟ نضغط على واحدة مثلا، 0.05 يورو، انتظر قليلا. نقوم بغلق هذه النافذة. انظروا، لقد أعطانا 0.05 يورو. هنا الاستثمار، وإعلان هذا الموقع. نعود إلى حسابي، هنا لربح مثل هذه الخانة View Ads، هنا البانرات لإشعال الموقع، هنا حسابك، تضع عناوين المحافظ، البيتكوين أو الباير أو هو هنا البالانس. بالنسبة للمحافظ في بيرسونال سيتينج، نضغط عليها، هو تضع مثلا تريد أن تسحب على البيضة، تضع البيضة هنا أو الباي بال أو البيرفكت موني أو الباير أو البيتكوين، ثم تضع كلمة السر التسجيل، ثم تضغط على سيف تشانجز. هنا إثبات السحب، هنا
السحوبات التي قمت بها من الموقع، هنا الإذاعات التي قمت بها، هنا أوامر الدفع التي قمت بها، هنا المحادين لديك مباشرين، ضغط عليه، لا يوجد أحد، هنا أنا المحالين المستأجرين، هنا إذا أردت استئجار المحالين نضغط عليها، 10 محالين ب3.2 دولار. هنا الإيداع، تختار هنا الطريقة التي تريد أن تودع بها، ثم تضع القيمة هنا، ثم تضغط هنا للسحب، لكي تسحب من الموقع يجب أن تقوم ب100 ضغطة. أو تقوم بترقية حسابك من هنا أو من هنا. هذا هو حسابك المجاني، هنا بريميوم، هنا إيليت وإلتيمات. سنلقى رابط الإحالة، ها هو إخوتي، هذا ما لدي في هذا الموقع. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته بين أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.